ده ظابط طارق شايفه ازاي وهندي ممكن تخرجه البنت عليها السنه الجايه تبقى بطل اوحد. على كل حاجه بعملها بحس ان ده بطل اوحد. رد على التنمر اللي حصل ليك خلال الفتره اللي فاتت، يقول لك صوته مش باين، احنا سامعين صوتك كويس جدا، هل الناس اللي بتتكلم عنك دي ناس هي اعداء محمد ممدوح مش عايزينك تطلع وتكبر؟ لا ما اعرفش، يمكن لو ضايقت حد في حاجه انا تمام ما حدش يفعل يعني. ان شاء الله بتحضر ايه في الفتره الجايه؟ اولاد رزق كتير ان شاء الله. اشهد الحياه عايزه مطار العريان، شايفه ازاي في اولاد رزق؟ انا شغلت مطار العريان كذا حاجه، ما بحبش المخرج الكبير ومش شاء الله اتكلم عنه يعني، بحب اشتغل معاه جدا. اولاد رزق هيضحكوا عليك السنه دي برضه ولا انت تضحك عليهم في الاخر؟ لا اتفرجوا انتوا بقى شوفوا هنا كانت ايه. فيلم ابراهيم الابيض الجزء الثاني هل هنشوفه ولا لسه؟ مش انا اول مره اسمع فيه حوار في الكيك يا جماعه. كده مش مشاكل ورا، مش هنصدقكم.